والنهارده لينا لقاء مع مدربين اخرين المشاركين في البطوله وهنتكلم عن انطباعاتهم في البطوله. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا كابتن. اتعرف بحضرتك. كابتن حسين مأمور. النادي ايه؟ معايا اكاديميه النادي. حضرتك محمد خلف. كنت عايز اتكلم معاك يا كابتن خلف عن انطباعك عن البطوله وتنظيمها ومستوى الفني. المستوى الفني عادي، انما التنظيم زي ما انت شايف مش كويس، يعني مش راجع للتنظيم. كابتن حسين ايه راي حضرتك؟ لا هو بصراحه انا شايف اول مره في تاريخ الطوفان ان حد يعمل بطوله بالشكل الجميل ده بالبساط الدولي ده، لاول مره حد يعمل فعلا ملعب سنده على قصاد دولي. هو اي نعم ممكن يكون في سوء تنظيم، بس هو واحد مثلا فرد او اثنين شغالين لوحدهم بس ما يعملوش حاجه، بس هي بطوله ما شاء الله يعني كويسه. طب ممكن نتكلم مع محمد خلف، لعيبته خسرت، النتائج بتاعت لعيبتك ايه في البطوله دي؟ الحمد لله بفضل ربنا ما فيش ولا لاعب خسر لحد دلوقتي، ربنا يستر في اللي جاي. كل التوفيق كابتن خلف، كل التوفيق كابتن حسين، وعايزينكم دايما معانا في برنامج جيمه ان شاء الله. ان شاء الله ضيوف دايمين البطل الدولي كابتن محمد خلف بطل مصر في الكونغ فو. قبل ما اقفل بس كان ليا سؤال مع حضرتك في الكونغ فو، باعتبار حضرتك لاعب دولي، ايه راي حضرتك في مسيره الاتحاد دلوقتي؟ شايف الاتحاد رايح فين؟ احسن ولا اسوء؟ انت لازم تحرجني يعني؟ اه راي حضرتك ايه؟ الدنيا رايحه فين؟ مش عارف. طب راي حضرتك؟ هم بصراحه هم بيعملوا كل جهدهم ان هم يشتغلوا، بس في ناس يعني هم كل ما يشتغلوا وعايزين يطلعوا لفوق ناس تانيه بتحطمهم، منين من اي جهه محدش يعرف، بس بجد تحياتي يعني الاتحاد شغال، وادي اهو اديكم شايفين المنطقه مدي دعم للمنطقه انها تشتغل.